واجبات واختصاصات المحكمة الاتحادية يعني واضحة وصريحة في البنود الدستورية. فعندما تكون هناك قانون أو أي مادة قانونية تخالف الدستور، فمن حق ومن واجبات المحكمة الاتحادية التدخل وإبداء رأي، يعني فض النزاع بين الحكومات سواء كانت المركزية والمحلية أو الإقليمية. بهالحالة المحكمة الاتحادية للأسف الشديد مثل ما ذكرتوا في تقريركم يعني تجاوزت اختصاصاتها وبدأت في تغيير التشريعات، تغييرها يعني بشكل لا يتناسب مع عمل وواجبات المحكمة الاتحادية، وبالأخص في تغيير المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان كردستان اللي قلص العدد من 111 مقعد إلى 100 مقعد. فهذا هو تغيير بالنص، وهذا التغيير بالنص لا يحق للمحكمة الاتحادية إلا يعني تغيير النص من حق البرلمانات سواء كانت المجلس الوطني أو برلمان كردستان، وليس من حق أي سلطة أخرى. أما فيما يتعلق بعدم دستورية هذه المادة، صحيح هذه المادة غير دستورية لأنه في الدستور لم يذكر لا المكون التركماني ولا المكون الأرمني من ضمن المكونات الإثنية والدينية والمذهبية. فكان الأحرى بالمحكمة الاتحادية ذكر هذه المادة بأنها غير دستورية وعدم التطرق إلى تغييرها تشريعيا، يعني مو هذا التداخل بالسلطات، ما كان المفروض أن يغير وعدم دستوريتها كانت مفهومة بأنه هذه الطرفين يعني المكون التركماني والمكون الأرمني لم يذكر اسمائهم في الدستور. نعم، إذن على ماذا